أعزائي أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. اليوم السبت 1 أغسطس لعام 2020، وبمناسبة عيد الأضحى المبارك أرسل تهنئة من أعماق القلب إلى كل الأبناء الأعزاء والزملاء والأحباء والأصدقاء في مصرنا العزيزة وفي كل أوطاننا العربية الحبيبة وفي كل دول العالم. والنهاردة بإذن الله حلقة كوفيدية قصيرة لها مغزى، وعنوانها الشعب الذي انتصر مرتين. حقيقة القصة النهاردة حكايات أكتر منها أي حاجة. في أبريل من العام الماضي وبمناسبة يوم ميلادي تلقيت دعوتين. الدعوة الأولى كانت من بنتي وجوزها وولادهم أحفادي لزيارة فيتنام، والنطق الصحيح بتاعها فيتنام، إنما ما علينا. تعدادها يقارب تقريبا تعداد مصر. والحقيقة أنا سحرت بالطبيعة الخلابة هناك، والشواطئ اللي موجودة على بحر الصين الجنوبي شيء رائع، والأنهار والكهوف، وهناك شفت أكبر كهف في العالم، وحضارة وثقافة ومعابد رهيبة، شيء جميل. وكمية الإضاءة اللي موجودة في الشوارع والديكورات بتاعت الإضاءة حاجة هايلة. وحتى في الأوتيلات لاحظت يعني كمية زخرفة بالخشب وأنواع رخام، يعني حاجة وترحاب بالسائحين غير معقول. يعني أنا ما كنتش متخيل أن أنا يعني هنبسط بهذا القدر في فيتنام. وبعد قليل تلقيت دعوة مماثلة من ابني وزوجته لزيارة مماثلة لأمريكا، لهاواي في أمريكا ولولاية كاليفورنيا، ومعي برضو أحفادي هناك منهم، وأيضا كانت رحلة رائعة. النهاردة أنا قعدت أتأمل. أنا السنة اللي فاتت اللي قبل الكوفيد 19 زرت فيتنام وزرت أمريكا. الحقيقة لقد انتصرت فيتنام على أمريكا مرتين، مرة في الحرب زي ما نقول ده الانتصار الأول، ومرة في التعامل مع وباء كوفيد 19. بينما فيتنام اللي هو حتى بيسموها جمهورية فيتنام الاشتراكية لأنها دولة شيوعية، الناس هناك بتتميز بالفقر مقارنة بالولايات المتحدة الأمريكية اللي هي قمة الرأسمالية ودولة فيها ثراء رهيب. تعال نقارن. بعد الانتصار الأول هو في الحرب اللي هنحكي عليها في عجالة، إنما يهمنا أكتر النهاردة ما يخص كوفيد 19. تصور فيتنام عدد حالات الإصابة حتى الآن لم يتجاوز 600 حالة بس. طب وكم واحد توفاهم الله من جراء هذا الوباء؟ 4. تخيل. قارن هذه الأرقام بالأرقام الأمريكية، بنلاقي 7.4 أكتر من 7.4 من 10 مليون مصاب، وبتصل إصابات الأيام دي لأكتر من 77 ألف إصابة في اليوم. أما قارنهم في فيتنام في كل الوباء لحد دلوقتي 600 إصابة. طب الوفيات في أمريكا تخطت 157 ألف وفاة في فيتنام 4 بس. عشان كده بقول إن كل واحد في عالمنا هذا النهاردة يأمل، وقد عبر عن ذلك واحدة ست في استراليا، إنه يا ريت نبقى كلنا عايشين في بلد زي فيتنام. وعلى فكرة معنى كلمة فيتنام هي كلمة من شقي، خليها برضو يعني حلقة تثقيفية. فايت ده اسم يدل على عرق معين من البشر، ونام معناها في الجنوب الساوث، يعني العرق الفايت اللي موجود في الجنوب. طيب نبتدي. عاوزين نتكلم شوية الأول معلومات عامة عن فيتنام. أنا أحبكم تعرفوا 7 معلومات. المعلومة الأولى موقعها فين؟ موقعها في جنوب شرق آسيا. أنا مش عارف الخريطة هتظهر ولا لأ، هنحاول كده نوضحها هنا، إنها موجودة في المنطقة دي هنا في جنوب شرق آسيا. من الناحية دي بيحفها البحر الصين الجنوبي، والناحية التانية فيه هي باللون الأخضر على فكرة، فيه اللي هي فوق في
لاوس أو ينطقوها لاو حسب اللغة المحلية يقولوا عليها لاوس، ومن تحت كمبوديا. وطبعا لو بصينا نلاقي في حدود كبيرة جدا مع الصين من فوق في الشمال، ده بالنسبة للموقع بتاعها. طيب التعداد، أنا قلت أنها تقارب تعداد مصر 77 مليون، وتعتبر برغم 97 مليون أنها من أسهم 15 دولة. وهذكركم تاني 600 إصابة وأربع وفيات، شيء رائع فعلا. كل واحد يتمنى أن يبقى موجود في فيتنام، كان نفسه يبقى موجود فيها دلوقتي مش في العام الماضي. ثلاثة، أشهر بلدانها اللي هو طبعا سايغون، وغيروا اسمها إلى هاوتشي من اللي هو اسم الراجل رئيس الوزراء، وبعد كده خد الرئاسة وتوفاه الله في أواخر الستينيات، اللي هو ده اللي قاد الحرب ضد أمريكا، فغيروا اسم سايغون إلى هاوتشي من. إنما العاصمة هي هانوي. معلومة الرابعة، اللغة الأساسية اللي بيتكلمها 85% من البشر اللي هي اللغة الفيتنامية. الديانة سيربرايزينج 85% برضو قلنا بيتكلموا الفيتنامية، و 85% لا يؤمنوا بوجود الله، لا دينيون. طيب الدخل القومي نمرة 6 اللي هو بنسميه جي دي بي، اللي هو الجراس دوميستيك برودكشن. هنا برضو أنا عاوز أعلمكم حاجة صغيرة في الجراس دوميستيك برودكشن، في الدخل الفعلي اللي هو بالأرقام، وفي قيمته الشرائية، لأن ممكن يبقى نفس الدخل لواحد في فيتنام هو في واحد في أمريكا، بس قيمته الشرائية في فيتنام أعلى بكتير، يقدر يشتري حاجات كتير. فالقيمة الشرائية بيسموه الجي دي بي تريبل بي، حتى اختصار اللي هو البرتشيز باور باريتي، يعني القيمة الشرائية. فعش كده في رقمين، وهنا دي نعتبرها فقرة معلومات عامة. ففي فيتنام الدخل بالرقم 261 بليون دولار في السنة، وده رقم رهيب برضو. إنما كقيمة شرائية طبعا في فيتنام يجيب لك حاجات أكتر، يعادل 770 بليون دولار في السنة. طب دخل الفرد في السنة كرقم بيبقى 2740 دولار في السنة، إنما كقيمة شرائية يعادل اللي بيشتريه واحد في أمريكا ب 8000 دولار. فده اتعلمنا إن في الجي دي بي اللي هو الرقم الفعلي، وفي جي دي بي اللي هو التريبل بي اللي هو قيمته الشرعية. تمام، يبقى ركزوا في الاثنين، مش بس نركز انا باخد كام، اللي باخده ده في البلد اللي انا عايش فيها يشتري كام، اللي هو يسموها جي دي بي تريبل بي، اللي هو البرتشيزنج باور بولاريتي 3 بي اهو. طيب المعلومه السابعه بقى، ودي اللي انا عاوز اركز فيها. انا اول ما نزلت من مطار هانوي اللي هو في العاصمه، قلنا في ابريل العام الماضي، طلعت في الشارع حسيت ان في مظاهره من الدراجات البخاريه، حاجه عدد كثيف جدا. انا افتكرت يمكن الشارع ده بس اللي زحمه، في كل حته وانا بمشي في فيتنام لقيت مظاهرات من الدراجات البخاريه، لان دي وسيله المواصلات الاساسيه. فسالت انتوا عندكم كام دراجه بخاريه هنا في فيتنام، قالوا في شعب تعداده 97 مليون عندهم أكتر من 40 مليون دراجة بخارية. وعلى فكرة الدراجات دي كلها صناعة يابانية، يعني حاجة محترمة. رباعية الأشواط، اللي فاهم في الدراجات البخارية، رباعية الأشواط يعني الموتور بتاعها الإنجين بتاعها بيحرق بنزين بس، فما بيعملش تلوث يسكر. بينما بقارنها عندنا الدراجات البخارية اللي بيسموها ساعات المكنة حتى ثنائية الأشواط، لأنها ما بتحرقش بنزين بس زي العربيات، اللي ما يعرفش بتحرق بنزين وزيت. تخيل لما تحرق زيت فبتعمل تلوث رهيب. يبقى التلوث في فيتنام واللي هي بتعتبر من أسهم 15 دولة مفروض قليل، لأن هما الوسيلة الأساسية الدراجات البخارية رباعية الأشواط اللي بتحرق بنزين بس. فوجئت وما كانش فيه كوفيد ولا حاجة، وهو ده موضوعنا دلوقتي، إن معظم الناس لابسة ماسك. ليه يا جماعة؟ قالوا عشان خاطر البوليوشن. انا اساسا مش شايف بوليوشن، انا ما لبستش ماسك على الاطلاق طوال زيارتي لفيتنام، انما الناس كلها حريصه انها، وده كان السر في ان هم لم تتخطى الاصابات 600، انه قبل كده هم واخدين على لبس الماسك، وده يهم باين لك اهميه لبس الماسك. فده مش كده وبس، والبنات اللي راكبه على الدراجات البخاريه وبيسوقوها لابسين ازار، عارفين ازار ده عشان
يعني حاجة كده من فوق الوسط وماشي لحد تحت عشان يحافظوا على اللبس بتاعهم ما يوصلوش الشغل وفيه تلوث من التلوث الجوي اللي هو أنا مش شايفه أساسا. ده يوريك وده الغرض من هذه الحلقة أهمية الماسك. إن الماسك خلى فيتنام اللي تعدادها زي مصر هي الجنة اللي يتمنى أي حد يعيش فيها في وقت كوفيد 19. أقل من 600 إصابة وأربع وفيات بس. وأعيد وبكرر وما بزهقش، فبقول الماسك ده أساسا بيمنع انطلاق الفيروسات، يعني بيحمي الآخر. يعني أنت لما تلبس ماسك أنت بتحميني أساسا، أنك أنت لو كحيت أو عطست أو كلمت بصوت عالي أو حتى غنيت ما فيش حاجة بتنطلق. أكثر منه بيحمي الاستنشاق، لأن زي ما شفنا في الحلقة الماضية أن الماسك في أماكن ممكن تدخل الفيروس. يعني أنا بلبس الماسك عشان الآخر أساسا وعشان نفسي. لما كلنا نلبس ماسكات، ودي سر التجربة الفيتنامية أن هم لابسين الماسك من قبل الوباء خلت العدد ده. وقلت لو كلنا لبسنا ماسك وأنا وإنت واحد فينا عنده عدوى، احتمال أنها تنتقل لي 1.5% بس. شوفوا أهمية الماسكات. نيجي للانتصار الأول اللي عملته فيتنام على أمريكا. كان في حرب فيتنام بيسموها حرب الهند الصينية الثانية، بيسموها حرب مقاومة الأمريكان أو بيسموها حرب أمريكا. الحرب دي عشان تفهموا كان في فيتنام الشمالية وفيتنام الجنوبية، فيما بينهم صراعات إقليمية، وقلنا جنبيهم الناحية الثانية لاوس وتحتها كمبوديا، دول فيهم حروب أهلية، ودي كانت أكبر الحروب في آسيا في أثناء الحرب الباردة بين المعسكر الشيوعي الشرقي والمعسكر الرأسمالي الغربي. بنسميها حرب بالوكالة، مع الاعتذار حرب لا أخلاقية، غير أخلاقية، سوري، حرب قذرة. ففيتنام الشمالية بيؤازرها الصين وروسيا، فيتنام الجنوبية يؤازرها أمريكا أستراليا وتايلاند جنبيهم على طول وكوريا الجنوبية. يعني بيحاربوا ناس بيحاربونهم، هم اللي يموتوا وهم بس، دول يشجعوا دول ودول يشجعوا دول، كله عشان يثبت نظريته الشيوعية أحسن ورأسمالية أحسن. حرب لا أخلاقية استبيح فيها كل شيء. تعال نشوف النتيجة. الحرب دي ابتدت في 2 نوفمبر سنة 1955 وانتهت في 30 أبريل سنة 1975، أي دامت أقل من 20 سنة. الحرب انتهت بأن الثلاث بلاد دي اللي هي فيتنام وكمبوديا ولاوس سقطوا في إيد الشيوعية، هم الآن دول شيوعية. وفي 2 يوليو سنة 1976 اتحدت فيتنام الشمالية مع فيتنام الجنوبية اللي كانت تبع أمريكا وأستراليا وتايلاند وكوريا الجنوبية، اتحدوا في دولة واحدة اللي أنا زرتها اللي هي اسمها فيتنام، بقوا دلوقتي دولة واحدة. تعال شوف الخسائر من الفيتناميين قد ايه، شيء يعني مخجل للعالم. 1 لـ3 مليون، مش عارفين يقدروا العدد، ناس ماتت في الحرب دي. في كمبوديا لان تعدادها اقل بكتير، مات 250,000. طب في امريكا شوف الرقم، يعني متواضع نسبيا حاسبينه بالفرد، 58,209. واحد يقول طب ده رقم صغير، يعني 58,209 مقارنة بواحد لثلاثة من الفيتناميين ماتوا. أقول لك عشان تعرف أن الرقم ده بالنسبة لأمريكا كبير، ده كان رابع أكبر خسائر لأمريكا في التاريخ. أول أكبر خسارة بشرية لأمريكا حصلت في الحرب الأهلية الأمريكية، تاني خسارة في الحرب العالمية الثانية، ثالث خسارة في الحرب العالمية الأولى، رابع خسارة حصلت في حرب فيتنام اللي انتصرت فيها فيتنام على أمريكا. وكان هذا هو الانتصار الأول لهذا الشعب العظيم، الشعب المثابر، الشعب اللي هو عنده عزيمة أنه ينتصر. درس في التاريخ. درس تاني اللي بناخده النهاردة اللي هو في فيتنام، إزاي انتصرت فيتنام على أمريكا في حرب الوباء كوفيد-19. وهعيد تاني الأرقام، أقل من 600 مصاب وأربعة قتلة أو أسف وفيات في فيتنام، يقابلهم أكثر من 4.7 مليون إصابة في أمريكا، وأكثر من 157,000 وفاة من الكوفيد-19، وبتصل إصابات النهاردة 77,000.
عملت ايه فيتنام عشان نتعلم منها؟ ادركوا ان الوقت من ذهب. هقول 7 حاجات ركز معايا فيهم. 1، بدأوا الاجراءات من اول يناير، تصور في سنة 2020 كان في هذه الحالة اعلن في الصين ان في 2 بس في الصين توفاهم الله من فيروس غامض في ووهان. يعني اول ما توفى 2 في الصين من فيروس ما عرفوش عنه حاجة، خدوا الاحترازات والاجراءات الواجبة فيتنام. وعلى فكرة ده مش جديد عليهم، هم عملوا نفس الكلام مع السارز في 2003 ومع الانفلونزا الطيور في 2010. دي اول واحد. تاني نقطة من نقاط 7، لما تأكد وجود الفيروس في 23 يناير ان في فيروس غامض ومنظمة الصحة العالمية بتضحك علينا كلنا وتقول لنا ده مش مميت ولا ينتشر من البشر للبشر اي كلام، وكان في الوقت ده واحد بس من ووهان في الصين زار ابنه في فيتنام، يعني راجل زار، عملوا ايه اول ما عرفوا ان لا ده في فيروس؟ اغلقوا الحدود تماما الشمالية مع الصين، هما شمالوا في الصين، ومنعوا السفر من الدول الاخرى. يعني 2 قبل ما تتنبه بقية الدول هم اللي فرقوا هذا الفرق الرهيب. 3، انه المدارس كل الدول قفلتها في مارس وابريل، هم قفلوها مع نهاية يناير، وعش كده فتحوها تاني في منتصف مايو لما تم السيطرة الكاملة على الوباء. 4، في نص مارس قرروا العزل 14 يوم، اي شخص مشتبه فيه، اي شخص جاي من الخارج في زيارة بيسموها ضرورية essential، يعني بدليل هما مثلا ما هما ما بيقفلوا الطيران ما بيقفلوش تماما، بيستقبلوا 400 رجل اعمال ياباني، دي العزل 14 يوم. الكلام ده بدأوه امتى؟ في نص مارس. 5، تصور في شمال هانوي اللي هي العاصمة لقوا في عدد من الإصابات أقل من أصابع اليد الواحدة. مش عزلوهم، مش عزلوا عمارة اللي هم فيهم، عزلوا افتح ودانك 10,000 شخص. بعديها بأيام في حتة شمال هانوي لقوا برضو عدد قليل جدا من الإصابات، عارف عزلوا كام؟ 11,000. مفيش تفاهم. 6، أسف، كل التليفونات الموبايل بقى يوصل للناس رسائل يعملوا ايه عشان خاطر يتفادوا اللي هي 3 حاجات الاساسيه اللي بنقولها اللي هو الماسكس والتباعد الاجتماعي والعادات الصحيه التنفسيه، بس اهمهم زي ما قلت لكم في تجربه فيتنام ان هم من الاول بسبب الدراجات البخاريه اللي هي رباعيه اشواط وما بتعملش تلوث بيلبسوا كلهم ماسكات، واخدين على الماسكات، عاوزين كلنا نلبس الماسكات عشان نقلل حالات الاصابه ونصل لوضع يقارب ما يحدث في فيتنام. وبعدين 7 والأخيرة، إن أنت قالوا أي واحد يسمع مصاب جنبه لازم يبلغ عنه، ولو حضرتك عرفت إن في مصاب جنبك ولا ما بلغتش يعتبر هذا تقاعس وجريمة تعاقب عليه. طب واحد يقول إيه ده في اختراق للخصوصية، ده كده دولة شمولية. ده للحفاظ على المجموعة. وكان شعارهم الوقاية مش أفضل، اسمع التانية، وأرخص من العلاج، اللي هي Prevention is better than treatment. شيء رائع. وأتذكر وأنهي هذه الحلقة القصيرة أنه لو تنبه العالم كما فعل الفيتناميون 2 بس قبل إعلان منظمة الصحة العالمية أن ده وباء عالمي واللي حصل في 11 مارس، لو تنبهوا قبلها ب2 كانت انخفضت نسبة الخسائر، وافتح ودانك، لـ5% بس، وهذا ما قد حدث في فيتنام. وبعدها للمرة الـ10 يمكن 600، أقل من 600 مصاب وفقط 4 حالات وفيات. لو تنبهنا كل العالم وعملنا اللي عملته فيتنام كنا دلوقتي كل واحد يتمنى أن يبقى عايش كما عايش الفيتناميون دلوقتي. وبقول لأن الوقت من ذهب ومفتدين الوقت لأن الأيام شريرة. أهم حاجة الوقت اللي أهدرناه كلنا، وكنت بنادي بيه يا جماعة تنبئوا، يا جماعة خدوا بالكم إحنا سابقين شوية، نحاول نكسب هذا الوقت. وفي النهاية أدعو الله لكل جنود الجيوش البيضاء ومرضاهم أن يحفظهم سالمين، وأدعو الله للجميع بدوام الصحة وزوال الغمة، وحتى ألقاكم مجددا
أشكركم لحسن متابعتكم وأستودعكم الله، ومرة ثانية أهنئكم بعيد الأضحى المبارك. شكراً.